نجح أحد الفلاحين المنتجين لزيت الزيتون بولاية البويرة في حصد الذهب والفوز بالمراتب الأولى عالمياً في العديد من المسابقات بكندا وسويسرا وآخرها بدولة تركيا، أين توجت الجزائر بلقب أجود الزيوت عالمياً. شاركنا في 3 مسابقات عالمية في هذا السنة في ظرف شهر، حصلنا على 3 أوسمة، يعني أحسن زيت زيتون في العالم، وأحسن زيت على مستوى إسطنبول يعني تركيا، وأحسن زيت يعني الجزائر اللي راحوا منا من الجزائر. يعني عندنا 3 أوسمة وتحصلنا على 97.75 نقطة عالمية، يعني هذا الشرف للمنتوج للبلاد الجزائر عامة وللمنتوج الجزائري خاصة ولزيت الزيتون المنطقة تاعنا تاع بويرة. مسابقات كاع العالمية شاركوا كاع الدول المنتجة لزيت الزيتون، من بينها إسبانيا، إيطاليا، يعني البرتغال، اليونان، هذو كاع تونس، كاع هذ المنتجين، الأردن، سوريا، يعني كاع المنتجين زيت الزيتون عالميا كانوا في المسابقات هذو. الجهود المتواصلة لهذا الفلاح واعتماده على الطرق العلمية الحديثة سمحت له بتطوير منتوجه والارتقاء بجودته ليصبح زيتا جزائريا منافسا لأفضل الزيوت في العالم. درنا تقنيات علمية وهذا يعني بمساعدة الباحثين هنا في الجامعات الجزائرية، ومن بينهم يعني الباحث الأستاذ جيسوس مختار، هو باحث في جامعة برج باريج، لأن الطرق العلمية هي اللي تدينا المنتوج ذو الجودة العالية. يعني تشوفوا يعني الخطاب رئيس الجمهورية مؤخرا قال لك الفلاحة ما بقاش فلاحة تقليدية، ويعني الحمد لله رانا بالبحث العلمي وصلنا لنتائج جد رائعة، وحنا وشوف يعني وصلنا لدرجة الحموضة 0.1 يعني ما شاء الله. زيتون جزائري تألق في أكبر المنافسات العالمية وافتك المراتب الأولى بكل جدارة من بين أفضل الدول المنتجة لهذه المادة.